عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في حلقة جديدة من الـ SDA Wireless. دي إن شاء الله الحلقة الثالثة. لو أنت لسه ما شفتش الحلقتين الأولانيين فارجع لهم تاني. هنتكلم في الحلقة ديت على إزاي الـ Wireless Controller والـ Access Point يقدروا إن هم يعملوا جوين للفرق. هي mainly steps في الـ Configuration أنت محتاج إنك تفهم. فبسم الله خلينا نبتدي. طيب أول حاجة علشان أعد الوايرلس كنترولر للفابريك، أوكي، أول خطوة في الـ DNA Center. أنا هنا قبل ما أبتدي ما تنساش إن أنا عندي ده البوردر، ده الكنترول بلين مود، ده الفابريك إيدج، ده الأكسس بوينت، وده الوايرلس كنترولر بره الفابريك. ده كده، خلينا كده نستخدم لون تاني. ده كده هو الفابريك اللي بالاخضر ده، ودوت كده بره الفابريك. تمام، ماشي. في الدي ان اس انتر اول حاجه هبروفيجن الوايرلس كنترولر بين ادد تو ذا فابريك سايت. ديت احنا كنا حاجه شبه ديت كده كنا اتكلمنا عنها في الدي ان اي ديمو، فارجع تاني للبلاي ليست بتاعت الدي ان اي ديمو هتلاقي الكلام ده فيها، اللي هي الحلقة بتاعت البروفيشنينج. بعد كده fabric configuration is pushed to wireless controller. Wireless controller becomes fabric aware. Most importantly, WLC is configured with credentials to establish a secure connection للcontrol plane node. يعني الconfiguration بقى بتتبوش من ال DNA سنتر للوايرلس كنترولر، وخلاص ده بقى بيبقى فابريك انيبلد وكل حاجه تمام جاهز انه يشتغل في الفابريك. واهم حاجه الكريدنشلز، بحط عليه يوزر نيم يعني وباسورد معينين علشان يقدر يتسمح له ان هو يكونكت بيه الكنترول بلين نوت. وايرلس كنترولر از ريدي تو بارتيسيبيت في الاس دي اي، خلاص هو كده جاهز انه يبتدي يدخل في الاس دي اي. اوكي، نيجي بقى للاكسس بوينت. هنعمل ايه علشان نخلي الاكسس بوينت تقدر تجوين؟ عامل الاكسس بوينت في مرحله الجوين، الاكسس بوينت نفسها بتتعامل معامله الوايرد هوست. الاكسس بوينت نفسها بتتعامل معامله ايه؟ الوايرد هوست. فيبقى انت اول حاجه محتاج اعمل ايه؟ محتاج اكونفيجر بول اي بي بول للاي بي، والاي بي بول ديت تتحط تحت الانفرا في ان. الاي بي بول تتحط تحت الانفرا في ان. طبعا لو انت رجعت لي السيناريوهات او الديمو اللي احنا عملناه بتاع دي ان ايه هتلاقي فيه كلام مشابه للموضوع ده. وطبعا لو انت مش برضو معرفتش تجيبها ارجع للديبلويمنت جايد بتاع سيسكو هتلاقي فيه الموضوع ده. ممكن بعد كده نبقى نحاول نعمل ديمو للوايرلس، بس خلينا نشوف الكابابيلتيز ايه بتاعت الدي كلاود في الحته دي. سيسكو دي ان ايه سنتر بري بروفيجن A configuration on all fabric edges to automatically onboard access points. أول ما أنت بتعمل كده بيقوم هو على طول عامل بوش على كل الفابريك edges اللي في السايت عشان يجهزهم للأكسس بوينت. طيب يبقى دي خطوة رقم واحد. خطوة رقم اتنين بقى، الأكسس بوينت بيتعمل لها بلجن وباور أب بتقوم. الفابريك ايدج بيعرف انها اكسس بوينت من السي دي بي، وبيقوم عامل ابلاي لحاجه اسمها ماكرو كونفيجريشن او انترفيس تمبلت عشان يظبط البورت ليها للرايت فيلان. انت المفروض بتكون مظبط الفيلان بتاعتها، والدي ان اي بيقوم مبوش تمبلت كده للكونفيجريشن. التمبلت ديت بيعينها على الفابريك ايدج. الفابريك ايدج اول ما يلاقي اكسس بوينت يقوم ابلاي التمبلت ديت على البورت ديت على طول علشان يجهزها للاكسس بوينت. اوكي، تالت خطوه، الاكسس بوينت بتاخد اي بي من الدي اتش سي بي. طب بتاخد اي بي من الدي اتش سي بي ازاي؟ زيها زي اي واير دي يوزر، نفس الدي اتش سي بي بقى اللي احنا شرحناه قبل كده باوبشن 82 بالقصه بتاعت الدي اتش سي بي دي كلها. اوكي، خلي بالك بقى من ضمن البارامترز اللي هي بتاخدها من الدي اتش سي بي اوبشن 43.
اوبشن 43 دوت اللي بيقول لها مين الوايرلس كنترولر اي بي. اوكي يبقى من الدي اتش سي بي ده، طبعا هو بيستخدم 82 ده علشان الاس دي اي عموما، وبيستخدم اوبشن 43 علشان يقول لها مين هو ال WLC IP بتاعك. اوكي رقم 4، الفابريك ايدج بيرجستر الاكسس بوينت اي بي والماك ادرس مع الكنترول بلين نود، زيها زي اي يوزر عادي، زي اي وايرد يوزر عادي. الاي بي بتتعلم ال WLC IP طبعا من اوبشن 43 اوكي، او لوك او ستاتيك بقى او اي حاجه، بس طبعا انضف حاجه يعني اوبشن 43، وبتبتدي ان هي تجوين الكنترول. الوايرلس كنترولر بيتشيك اذا كانت الاكسس بوينت ديت ينفع تشتغل اس دي اي ولا لا. اي اكسس بوينت من اول ويف 1 اي سي تنفع تشتغل اس دي اي، يعني اللي هو 700 سيرز، لا 1700 2700 3700 وال 800 1000 2000 3800، وطبعا ال 9 كي اكسس بوينت اللي هي 900 بكل موديلاتها. لو الاي بي سبورتد الوايرلس كويريز كنترول بلين تو نو اف از اف اي بي از كونكتد تو فابريك، يعني هو خلي بالك هو ما يعرفش الاكسس بوينت كونكتد بانهي فابريك ايدج الوايرلس كنترولر، هو جات له اكسس بوينت بتقول له انا عاوز اكونكت، فبيقول لها انت اي بي كيبابل ولا لا، لو لقاها اي بي كيبابل يقوم باعت للكنترول بلين نود، فين الكنترول بلين نود سوري، يقوم باعت للكنترول بلين نود هي، يقول لها لو سمحت هي الاكسس بوينت اللي الاي بي بتاعها كذا واصله بانهي فابريك ايدج، تمام، او واصله اصلا على الفابريك عندك ولا لا، تعرفيها واصله على الفابريك، فتقول له اه واصله على الفابريك، يبقى هي تمام كده اقدر خلاص ادخلها اس دي اي، لانها ممكن تكون عندي جت وكيبابل بس اصلا مش واصله على فابريك ايدج، ده جايه لي من اي حته تانية ما انا ما بعرفش، فلازم اروح اسال او الكنترولر لازم يروح يسال الكنترول بلين نود يقول لها هي ديت واصله اصلا على الفابريك عندك ولا لا. طب هي عارفه منين؟ لان الفابريك ايدج قال لها عنها، فيبقى احنا كده تمام، اه دي واصله على الفابريك وجاهزه انها تشتغل اس دي. جميل. هنا بقى الكنترول بلين نود ريبلايز للوايرلس بالار لوك اللي هي واصله عليه الاكسس بوينت، اللي هو تقول له اه ده تبع فابريك ايدج 1، معناها كده ان الاي بي اتاتشد بالفابريك وهتظهر على الوايرلس كنترولر وعلى الدي ان اي انها فابريك انيبلد، يعني تمام 100 100 تقدر تشتغل معانا على الفابريك. الخطوة اللي بعد كده الوايرلس بقى بيعمل حاجة اسمها layer 2 lisp registration للاكسس بوينت على الكنترول بلين نود. يعني ايه؟ هي special message بيقول لها ايه، لو سمحت يا كنترول بلين نود اكتبي ان الاكسس بوينت ديت كأني انا الار لوك بتاعها، تمام. هو فعليا بيعمل كده ليه؟ لان هو شايفها انها مسؤولة منه الاكسس بوينت ديت كاني انا الار لوك بتاعها. ليه؟ لان انا اللي بكنترول الاكسس بوينت ديت، فهو كمان بيستخدم المسج ديت علشان يبعت داتا للفابريك ايدج بتاعها، بيبعت حاجه اسمها ميتا داتا للفابريك ايدج بتاعها. طيب وبعد كده هنا بقى لما بيروح يقول لها، هنا الكنترولر بيروح يقول لها ايه، يا كنترول بلين نود اعتبري ان الاكسس بوينت ديت بتاعتي. دي حاجه اسمها بروكسي ريجستريشن، دي سبيشال تايب اوف مسجز في الليسب. تقوم الكنترول بلين نود عامله ايه، تروح بعتها للفابريك ايدج الداتا اللي الكنترول بلين بعتها لها، او سوري الوايرلس كنترولر بعتها لها، وتقول له خلي بالك انت عندك اكسس بوينت والاي بي بتاعها كذا، ده الكنترولر اللي متحكم فيها. اوكي فهي كده نوع ايه من ان الكنترول بلين بتشتغل كوسيط ما بين الوايرلس كنترولر وما بين الفابريك ايدج كوميونيكيشن. الفابريك ايدج بقى بيبص على الانفورميشن ديت ويتعلم ان ديت اي بي، وانه هي كرييت في اكس لان تانل معاها. هو خلي بالك هو عارف انها اي بي من الاول، انت هتيجي تقول لي ايه طب ما هو عارف اصلا انها اي بي من السي دي بي، وعارف انها اي بي بس ما يعرفش انها فابريك انيبلد،
لو هي مش فابريك انيبلد مش هفتح معاها في اكس في اكس لان تانل. هو انا ليه بفتح في اكس لان تانل؟ ما احنا قلنا ان الداتا ترافيك بتاعت اليوزر بتتبعت بفي اكس لان تانل ما بين الاكسس بوينت والفابريك ايدج. طب انا اعرف منين ان الاكسس بوينت ديت اصلا فابريك انيبلد؟ من الكنترولر. فخلي بالك الميتا داتا دي عباره عن ايه. الكنترولر بيروح للكنترول بلين يقول لها ايه, الاكسس بوينت ديت معايا بسبيشال تايب اوف مسج. تروح الكنترول بلين بعت للفابريك ايدج تقول له خلي بالك ده ليها وايرلس كنترولر اهو. هنا هو عرف ان الاكسس بوينت اللي بالاي بي الفلاني اللي بالماك الفلاني فابريك انيبلد وليها كنترولر بيتحكم فيها. معنى كده ان انا اقدر بقى كفابريك ايدج افتح فيه اكسلان تانل معاها. اوكي, ويبقى انا كده جاهز ان الترافيك يمشي بتاع اليوزرز. واضحه كده؟ تمام. طيب يبقى كده الاكسس بوينت جاهزه خلاص ان هي بقى تو بي بروفيجند اون دي ان اس سنتر. معناها ان كده الدي ان اس سنتر هيعلم عليها ان ديت بروفيجند وجاهزه انها تشتغل خلاص, عملت كل الستبس بتاعتها المطلوبه. جميل كده. هتيجي هنا بقى على الدي ان اس سنتر وهتعلم على الاكسس بوينت وهتعمل لها بروفيجن وهتبتدي تابلاي عليها خلي بالك هنا معناها ايه حته البروفيجن ديت؟ معناها ايه الاكسس بوينت كده بقت فابريك انيبلد وكل حاجه جاهزه لها انها تبتدي تشتغل. لكن انا ستيل ما قلتش ايه الاس اس اي ديز اللي هتتنيبل على الاكسس بوينت ديت. الار اف بروفايل بتاعها هيبقى ايه, البارامترز بتاعت الراديو فريكوانسي ولا اي حاجه هيتنيبل عليها 5 جيج 2.4 جيج اي حاجه, لسه ما عملتلهاش كونفيجريشن فعليه. لكن انا جهزتها اس دي اي بال 12 خطوه اللي هم كانوا هنا, سوري بال 12 خطوه اللي كانوا هنا. الدنيا بس ايه ملخبطه شويه, ثانيه واحده. بص كده بال 12 خطوه اللي كانوا هنا انا كده جهزتها اس دي اي. طيب ابتدي بقى اجهزها بقى كشغل اكسس بوينت طبيعيه. فعلشان كده هنروح على الدي ان اي سنتر, هختار الاكسس بوينت مثلا واعمل لها بروفيجن, وابتدي اختار لها بقى الار اف بروفايل بتاعها, اختار لها السايت تاج. طبعا لو انت اشتغلت على ال 9 كي وايرلس كنترولرز الكونفيجريشنز عليهم مختلفه شويه. بختار لها حاجه اسمها بوليس تاج للاكسس بوينت وسايت تاج وار اف تاج. اوكي, ببساطه البوليسي تاج ديت اللي بتحدد البوليسي بتاعتها لو عليها اي اوثنتيكيشن اي حاجه. السايت تاج ديت اللي بتحط كانها الاي بي جروب او الفليكس كونكت جروب في الايرو او اس. الكلام دوت انا هنا بتكلم على ال 9800 وايرلس كنترولرز. والار اف تاج ده اللي هو الار اف بروفايل بتاعها. طبعا لو انت مش عارف الكلام دوت محتاج ترجع له في الديبلويمنت جايدز بقى والكونفيجريشن جايدز بتاعت ال 9800 وايرلس كنترولرز. ده هنا كده ملخص سريع ايه البوليس تاج. البوليس تاج بقى اللي هو الاس اس اي دي بتاعها والبوليس بروفايل بتاعها. السايت تاج اللي هو كانه بالظبط الاي بي جروب بروفايل بتاعها. والار اف تاج اللي هي الار اف بارامترز بتاعتها. اوكي, دي حاجات انا مش هقدر اتطرق ليها هنا لان ديت على الكونفيجريشن بتاعه الوايرلس كنترولرز 9800. لكن المهم كده احنا عرفنا ايه الخطوات علشان اخلي الوايرلس كنترولر فابريك انيبلد والخطوات عشان اخلي الاكسس بوينت فابريك انيبلد. تمام, شكرا جدا ليكم. اتمنى يا رب تكون الحلقه سهله وفهمتوها. ان شاء الله اشوفكم المره الجايه في حلقه جديده. شكرا, السلام عليكم.